الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الصلاة والسلام. مستمعي الكرام، نعيش اليوم في ظلال آية كريمة من كتاب ربنا الكريم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. آيتان كريمتان تنبئان عن كيف يموت نجمنا الشمس، وكل شيء يموت، كل مخلوق يموت. هذا تعميم رباني، كل مخلوق يموت، حتى ملك الموت يموت، حتى الموت نفسه يموت. فيؤتى يوم القيامة بكبش ذو قرنين عظيمين أملحين في الأعراف، وهي المنطقة بين الجنة والنار، ويذبح إذانا أنه لا موت بعد اليوم. ما فيش هناك يوم طبعا، يعني بعد الآن ما فيش موت. خلود في الجنة أو العياذ بالله خلود في النار. الناس بتسمع كلمة خلود في النار تسمعها ألفاظ ولا تحسها معنى، لو حستها معنى لارتعدت أوصلها. والله الواحد لو تمثلها ما ينام الليل. يعني خلود في النار ده؟ أنت لا تستطيع أن تصطبر على البوتاجاز، مش يقول ثانية ولا فهمت ثانية ولا أتوا ثانية، اللي هي جزء من بليون، البليون جزء من ثانية، ما تستطيع. فبقى خلود في النار، ودرجة الحرارة كام؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت، تكوير الشمس يعني جمع بعضها على بعض، إذا لم بوفتها والشمس هتموت، والقرآن يعترف بذلك، والعلم يعترف بذلك. والشمس تجري لمستقر لها، عند مستقر الشمس خلاص، إذا بلغت مستقرها هتموت. عاوزين نشوف الكيفية اللي هتموت بها الشمس. قلنا إذا الشمس كورت يعني جمع بعضها على بعض إذا بوفتها، وإذا النجوم انكدرت اختفى ضوءها نتيجة هذا التكوير، اختفى ضوءها نتيجة هذا التكوير. وهذا لا ينسحب على شمسنا فحسب، وإنما على كل الشموس وكل النجوم الأخر. النجم لما بيجي يموت، الأول كيف يولد النجم؟ هو اللي أوحى لي بدرس اليوم في لقائي مع الإخوة الزملاء من أساتذة الكيمياء في كلية العلوم، لما كنا واقفين مع بعض وأثاروا موضوع الثقب الأسود والنجم النيتروني والحاجات ديت، فأنا قلت أوضح الفكرة مقترنة بالقرآن الكريم. النجم يولد إزاي؟ كما يولد الأطفال، النجوم تولد كما تولد الأطفال، سواء بسواء، مع فرق واحد، أن الأطفال تولد بالمفرق، لكن النجوم تولد بالجملة. وساعات الأطفال بجملة نسبية، يعني 2 3 4، أقصى حاجة 6 توائم يعني يكون إيه، لكن النجوم بتولد بالألاف وبالملايين وأحيانا بالبلايين. الطفل البشري عشان يولد لازم له حيوان منوي من أبوه وبويضة من أمه، يعني مشيين اثنين، بويضة من أمه وحيوان منوي من أبوه، أقول من أبوه وليس من متطوع ولا من فعل خير. زي بناكل منويات، بناكل منويات في الغرب، في فرنتيرز، في متطوعين وفي فاعلين خير. شاب قوي يروح متبرع بحال المنوي خصبه بيه، وحصل شاب خصب 800 امرأة، أولاد النساء دول هم بناته، وممكن يكبروا ما يعرفهمش ويتجوزوا واحدة منهم، لخبطة مع بعضها لخبطة. وأنا نبقى نعمل إن شاء الله درس عن أنابيب
عن بنوك المنويات، مش بنوك الأموال والفلوس يا دكتور فتاح، بنوك المنويات والأرحام المؤجرة، لأن القضايا دخلت جديدة ولازم نشوف موقف الإسلام منها إن شاء الله. بنوك المنويات والأرحام المؤجرة في درس قادم إن شاء الله. فالطفل لازم له مشيجين، حيوان منه من الأب وبيضة من الأم. أما النجم لازم له 4 أمشاك، والطفل يتكون في رحم، والنجم يتكون في رحم. السدم هي أرحام السماء، السدم هي أرحام السماء، وبيكون جنين ثم يولد طفلا، ده قصدي النجم، النجم يتكون جنينا ثم يولد طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم مر بأدوار الشيء الكهولة والشيخوخة ويموت. دي دورة التعاظم، ويعيد الدورة من جديد. دورة التعاظم يتبعها دورة التناقص ويعيد الدورة من جديد. لازم له 4 أمشاج. المشيج الأول غاز الكوني، الهيدروجين. يبدو أن الهيدروجين ده في سر من أسرار الله بجد والله. هقول لي الهيدروجين بالذات في سر من أسرار الله. لازم له الغاز الكوني اللي هو الهيدروجين، ولازم له الغبار الكوني، ادي 2، وبعدين مادة ما بين النجوم 3، وبعدين بقايا السوبر نوفا النجوم المتفجرة 4. دول كلهم بيختلطوا ببعض. بمرور الزمن يحدث تكثف، بمرور الزمن يحدث تقارب، بمرور الزمن تتولد قوة جاذبة. يبدأ النجم يعني يدخل في طور الجنين. طيب النجم إن لم يصل في تكونه إلى كتلة معينة وقطر معين هيبقى اسمه بروتوستار، نجم أولي، نجم أولي. وإذا أخفق فيه إن قلبه يشتعل بتفاعل هواء حراري هيدنه حوالي مثلا عدة مئات من الألاف أو ملايين من السنين، يتأرجح ما بين الحياة والموت لغاية ما ربنا يكرمه بمادة أخرى بتكبر كتلته وتزود قطره، عندئذ يشتعل قلبه بتفاعل نووي حراري ثيرمونيوكلير اكشن، ويصبح نجم حقيقي. والنجم الحقيقي بيمر بعده اطوار. هو مادته الاصليه هيدروجين، ده الاصل. وعلى فكره الهيدروجين لو في مخلوقات عاقله في الكون كله كلهم عارفين الهيدروجين، لازم يعرفوا الهيدروجين لانه موجود عندنا وموجود عندهم. ده الغاز الكوني موجود في كل في السماوات والأرض وما بينهم. الهيدروجين هو آدم العناصر. أقدر أسمي الهيدروجين آدم العناصر. طب مين آدم الحروف؟ من هو آدم الحروف؟ يا الألف، الألف. أنا أقدر ما أجيب لي سلك كده على شكل ألف أعمل لك منه جميع الحروف الأبجدية، اتنيه كده بباء واعمله كده يبقى جيم، واعمله كده واعمله ضمه كده يبقى واو. الالف هو ادم الحروف، والهيدروجين هو ادم العناصر، وطبعا الواحد هو ادم الاعداد. الهيدروجين بعد ملايين من السنين يحترق ويبقى كربون. شوف النجم بيمشي ازاي. وبعدين بعد ملايين السنين الكربون هيبقى سيليكون، بعد ملايين السنين السيليكون هيبقى نيكل، بعد ملايين السنين النيكل هيبقى كوبالت، بعد ملايين السنين الكوبالت هيبقى حديد، لغايه الحديد النجم هيموت. ليه؟ لان النجم عنده مشكله. النجم عنده مشكله طول حياته، عاوز يحافظ على الاتزان بين قوتين متساويتين في المقدار ومضادتين في الاتجاه. قوه بتعمل من الداخل للخارج، وقوه مضاده من الخارج للداخل، او من تحت لفوق ومن فوق لتحت. اللي من تحت لفوق تفاعلات النواة الحرارية اللي في بطن النجم، واللي من فوق لتحت ثقله، ثقله. لما بيتكون الحديد ايه اللي بيحصل بقى؟ الحديد هيكثم فوق صدر النجم يمنع التفاعل النواة الحرارية. اذا ما فيش قوة من تحت لفوق او من داخل الخارج، ما فيش، هيكون تحت ثقله فينهار. لما النار ترتفع درجة ترتفع ترتفع لما يوصل الدرجة الحرجة هوب في فورة جنونية، وفي 6 ساعات ينفجر ويصبح سوبر نوفا، نجم متفجر. قلبه الحديدي ينفجر هو الاخر ويتفتت ويتحول اما
لقزم أبيض، قزم أبيض أو نجم نيتروني أو ثقب أسود. ليست كل النجوم تحدث لها هذه الفجاعة، بل النجوم العملاقة. والنجم العملاق لا يعيش إلا مليار سنة، حتى إذا بلغ أشده ووصل لمليار سنة ينفجر. أما شمسنا قزمية، فشمسنا عمرها على الأقل 10 مليار سنة، فات منه 5 مليار نظريا، فاضل لها 5 مليار سنة. ليس هذا يعني أن القيامة تقوم بعد 5 مليار سنة، لأن القيامة قيامة مشيئة وليست قيامة فلكية. هذه العمارة الكونية اللي بناها الله سبحانه وتعالى قادر بأمر يكون فيكون في أي لحظة، لا يعلمها إلا هو. والرسول سئل كثير جدا، متى الساعة يا رسول الله؟ قال من المسؤول بأعلم من السائل. اختص بها علم الله، ما حد يعرفه خالص. في قاعدة بقى بتبين الكيفية اللي هيموت بها النجم. شاب هندي، حاجة عجيبة، عمره 35 سنة، خد جايزة نوبل في الفيزياء الفلكية بمعادلة بسيطة خالص. شوف رسالة الدكتوراه خاصة في الحاجات المواد الأدبية عندنا في مصر، تلاقي رسالة 400 صفحة 500 صفحة، لا دي صفحة واحدة بس، خد جايزة نوبل. صفحة واحدة بس جايزة نوبل، لأنه عمل معادلات بتبين الكيفية اللي بيبان النجم. أهم معادلة في بحث شاندرا سيكار، وهذا اسمه الشاب الهندي، قال لك النجم بيموت على حسب كتلته بالنسبة للشمس. لو كانت كتلته 1.4 بالنسبة لشمسنا، يعني أكبر من شمسنا تقريبا مرة ونص، هيموت عليه قزم أبيض. من أكبر من 1.4 لغاية 3.2 هيموت على هيئة نجم نيتروني. أكبر من 3.2 يموت عليه ثقب أسود. بناء على هذا شمسنا هتموت إزاي؟ هتموت على هيئة قزم أبيض، لأنها أقل من 1.4، هي أقل، هي 1، فهتموت على هيئة قزم أبيض. بس بعد ما تتحول إلى عملاق أحمر، تتعاملك وتيجي الأفق بتاعها يكاد يلامس غلاف الجو الأرض، والله يكون في عون الناس اللي يكون موجودين على سطح الأرض آنذاك، وبعدين تتقزم وتموت على هيئة قزم أبيض. أما النجم النيتروني، هو أصلا نجم كتلته زادت عن 1.4، وفي الحالة ديت الإلكتروناته بروتوناته بتدخل في إلكتروناته، موجب مع السالب هيدي نيترونات متعادلة، وذلك سميها النجم النيتروني. وبعدين يدور حوالين نفسه بسرعة لا يتخيل عقل بشري، 10,000 دورة بير سكند، 10,000 دورة في الثانية. ليه؟ لأنه ما بيجي يموت بينكمش على نفسه، بينكمش جدا على نفسه. وعشان يحفظ توازنه، في حاجة في الفيزياء اسمها قانون حفظ كمية التحرك، زي رقص الباليه. رقص الباليه طول ما أديه كده ممكن يعني بيدي حركات يعني بتقعده، لكن ونس إنه عمل كده لازم يلف حول نفسه بسرعة، وإلا هي هتنكسر رقبته، عشان يحافظ على كمية تحركه. لازم إذا وضع ذراعيه كده رقص الباليه عشان يحافظ على كمية تحركه، لازم يلف بسرعة جدا حوالين نفسه. فكذلك النجم النيتروني، النجم النيتروني أول شيء اشتبه العلماء في وجود مخلوقات عاقلة وذكية في الفضاء هو النجم النيتروني. لماذا؟ لأن بيدي نبضات أو إشارات راديوية منتظمة، 3 إشارات كل ثانية، يعني كل تلت ثانية يدي إشارة. فأعتقد أن دي رسائل جاينا من مخلوقات عاقلة وذكية، ولكن سرعان ما نبذوا هذا الافتراض حينما تبين أن النجم بيعبر بانتظامه هذا عن دورانه بسرعة حول نفسه. نيجي في الثقب الأسود، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها ومعناها معرضون، يوسف 105. وكأي من آيات في السماوات والأرض، عجيبة من عجاب الله الثقب الأسود، عجيبة فعلا. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها ومعنها معرضون. لو كانت كتلة النجم أكثر من 3.2 حسب قاعدة شاندرا سيكار، هيموت عليه الثقب إيه؟
اسود. الثقب الاسود نجم، ايه اللي حصل له؟ انكمش 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 حتى يعني لو شمسنا هتبقى ثقب اسود، لكنها مش هتبقى ثقب اسود لانها اقل من 1.14، هتموت على ايد خزم ابيض كما ذكرنا. لكن نفرض ان النجم في يعني في حجم شمسنا انكمش انكمش، هيبقى حجمه قطر الشمس مثلا دلوقتي 1.4 مليون كيلو، طبعا 1.14 مليون كيلو. لما تبقى لو ماتت عليه ثقب اسود اللي هو المقبره بتاعت النجم، ثقب اسود على مقبره النجم، هيبقى قطرها 3 كيلو بس. شوف ما يكون مليون وربع، مليون و400 كيلو ينضغطوا دون ان تفقد من وزنها جرام واحد، فيبقى الحجم قليل 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 قليل، والكثافه رهيبه رهيبه رهيبه، ومن ثم الجاذبيه خطيره خطيره. لماذا سمي الثقب الاسود بالثقب الاسود؟ لان كل شيء ساقط عليه وماسكه، حتى الضوء، حتى الضوء. انت عشان تخلي جسم يتحرر من جاذبيه الارض ادفعه بسرعه، سواء 11.2 كيلومتر في الثانيه الى 7.5 ميل في الثانيه، دي سرعه الصاروخ، سرعه مركبه الفضاء. لازم الصاروخ اللي هيشيل مركبه الفضاء ينطلق بسرعه دي، اقل لا تكذبه تاني 11.2 كيلومتر او 7.5 ميل في الثانيه. طيب عشان الارض كلها صغيره 6600 مليون 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 طن، الشمس كبيرة 2 بليون بليون طن، لازم الصاروخ اللي ينطلق من الشمس يكون سرعته 25 ميل في الثانية، هنا 7.5 25 ميل في الثانية. طب الثقب الأسود لو أن صاروخا انطلق من الثقب الأسود بسرعة الضوء حتى لأكبر سرعة كونية 186 مليون ميل 186 ألف ميل في الثانية، هيمسكه ما يقدرش. الضوء المنظور غير منظور يمسكوا الثقب الاسود، اي شيء في الدنيا يمسكوا الثقب الاسود، جاذبيته رهيبه، وبالتالي ما فيش ضوء بينعكس منه. هتشوفه ازاي؟ هتشوفه ازاي؟ من هنا يسموه الثقب الاسود، لانه لا ضوء ينعكس منه. لماذا؟ لان جاذبيته رهيبه بتمسك شعاع الضوء، مع ان سرعته جامده جدا 180,000 ميل في الثانيه، ما يقدرش يفر منه. هذا الثقب مستعد يبلع أكبر نجوم السماء عندما يقترب منه. وهو إيه؟ وهو بقى قد كده مثلا 3 كيلو، يقدر يبلع في جوفه أكبر نجوم السماء. طيب ما دام ما بنشوفوش، أمال العلماء عرفوا إزاي؟ وإزاي بيعرفوا إن في أول ثقب أسود اكتشف في مجرتنا سنة 1971 في كوكبة اسمها الدجاجة إكس 1؟ عرفوا إزاي؟ عرفوا بالموجات السينية التي تصدر من مش منه، من النجم اللي هو اللي هو اللي بيبلعه. فبلايين الاطنان من النجم تدفق في جوف الثقب الاسود، نتيجه سرعه تدفقها بتبعت اصوات استغاثه، اصوات استغاثه بين قوسين، دي تعبيري انا، كانها تستغيث اللي هي الموجات السينيه. فلما المراصد الفلكيه في العالم تسجل موجات سينيه، معناها ان في نجم هنا بيبتلع من قبل ايه؟ شيء ما احناش شايفينه، بس هو مين؟ هو الثقب الايه؟ الاسود. شيء عجيب ان نجم صغير ميت غير مرئي يبلع اي شيء مهما كبر في جوفه دون ان يبان عليه. عامل زي بعض الناس الاكيله، ياكلوا 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 وفيعين ما يبانش عليه. يعني اعرف واحد صديقي وزميلي بيطلع معايا في البرامج، اقول 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 ولا يبان عليه على الاطلاق. فانا امزح معاه احيانا اقول له انت الثقب الاسود، ما يبانش عليه ذكرى فتعبه، لك تشوفه في الاكل بسم الله ما شاء الله 10/10. المهم هذه الفجوه العميقه التي يعني لا تعلن عن نفسها، لا تشبع ولا تقنع ولا تعلن حتى عن وجودها. الكثافه بتاعت النجم بتاعت الثقب الاسود لا يتخيل عقل بشري، 100 مليون طن على سنتيمتر مكعب الواحد. لو جبت معلقه شاي، معلقه شاي ومليتها بمادة الثقب الاسود، يقول علماء الفيزياء الكونيه دي اثقل من وزن قاره افريقيا. شوف قاره افريقيا بما فيها مصر بما فيها ليبيا بما فيها، الملء من العقه من ماده الثقب الاسود اثقل من في حته تخصصيه يعني عشان تكتمل الصوره. المهم في حدث خطير حدث
الزمان عام 1908 في صباح اليوم 30 من يونيو عام 1908 الساعة 7:30 دي موجود في كل المراجع العلمية. حدث خطير جدا للأرض جدا. فين؟ تنجوسكا. الزمان قلنا 30 يونيو 1908 المكان تنجوسكا في سيبيريا في الاتحاد السوفيتي السابق. انفجار مروع قوته 20 قنبلة هيدروجينية ذرية، والقنبلة الذرية نملة بالنسبة لكل قنبلة هيدروجينية، لأن طاقة تفجيرية للقنبلة الذرية بالضبط 20,000 طن مادة تي إن تي تراي نيوترو تلوين شديدة الانفجار 20,000، أما الهيدروجينية 10 مليون، فعشرة مليون 20,000 الهيدروجينية أقوى من الذرية 500 مرة، ودي مش قنبلة هيدروجينية واحدة على فكرة. بالمعلومة كده روسيا عندها 5 وأمريكا عندها 5، مفيش حد في العالم عنده هيدروجين غير دول. 20 قنبلة هيدروجينية هي رز هج يعني رج الأرض رجا. العلماء أنذاك افتكروه نيزك، لكن لما درسوه بدقة وبتأني تبين أن الثقب أسود تمكن من الاقتراب من الأرض، وحجمه كام لا يكاد يتخلى عقل بشر، جزء من مليون جزء من سنتي. ثقب أسود طول هذا الثقب جزء من مليون جزء من السنتي، وبسرعة سرعة اقتراب الأرض تفوق سرعة ارتحاله عنها، فدخل في الأرض من القطب الشمالي وخرج من القطب الجنوبي. نتيجة هذا الثقب الدقيق الذي لا يرى حتى بالميكروسكوب كانت النتيجة انفجار قوته 20 قنبلة هيدروجينية. في سؤال، ماذا لو كانت سرعته في اقترابه من الأرض أقل من سرعة ابتعاده عنها؟ في الحالة دي هيدنه في الأرض في الداخل. إيه طب إيه اللي يحدث؟ اللي يحدث جاذبيته رهيبة، هيدنه يأكل في مادة الأرض، يأكل في مادة الأرض، بس هياخد وقت طويل لأنه هو يعني حجمه دقيق جدا، جزء من مليون جزء من السنتيمتر. لكن كلما جمع مادة كلما زادت جاذبيته، كلما زادت فترة إيه تأكله. سألني سائل، ماذا لو أن مركبة فضائية، هي نص دقيقة أستاذ عادل واختتم، ماذا لو أن مركبة فضائية حظها العاثر قادها إلى ثقب أسود؟ أول ما يشم ريحتها من على بعد يروح يجذبها ويجذب أبوها واللي خلفوها كمان، ده أكبر نجم في الدنيا بيجذبه، وبعدين تخش في أفق الحدث بتاع الثقب الأسود. هو الثقب الأسود حاجتين، أفق الحدث والمركز، تخش تختفي تماما، تختفي تماما، ومع ذلك لازالت موجودة. هي دي فزورة دي ولا إيه؟ تختفي تماما ومع ذلك لا زالت موجودة. مين يحل اللغز ده؟ اختفت تماما ومع ذلك لا زالت موجودة. ايوه لو سألتني عادل كنت اقول لك ألم أقول لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ استطعت. طب خلاص، هي اختفت حجما لكنها لم تختفي كتلة ولا جاذبية، بكتلتها موجودة بجاذبيتها ايه موجودة. اختتم بقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون، آية الثقب الأسود ده آية والناس مش عارفة، والله كلها آيات والناس ولا يهمها، ولا حد بيستمع ولا حد بيتعظ ولا حد بيعتبر. شوف يا أخي الزهور انت جاي المسجد، والله أنا أقعد عبادة أوصي نفسي وإياكم بممارستها، أقعد عبادة الجوارح أتأمل، دي زهرة حمراء ودي زهرة صفراء ودي زهرة بنفسجي ويسقى من ماء واحد والأرض واحدة، إيه ده؟ مين العمل ده؟ والله يا جماعة لازم 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 عود نفسك على، أنا بحاول جاهدا وحي عندي عبادة الجوارح دي. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم. والسماء الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الطيب المثمر المبارك إن شاء الله إلا أن أحييكم وأشكركم وألتقي دائما.